سوى ذكراه في وجعي أحن له وأنعاه أما كنت المساء معي. طلاب، الأسئلة واضحة وقدامكم، وأكو ترد ضمني من ضمن الأسئلة. أكو أحد عنده سؤال؟ تفضل. أستاذ، بس سؤال الإنشاء ما فهمته. طلاب، الكل ينتبه علي على موضوع الإنشاء. تكتبون عن موضوع الأب وأهميته بحياتنا. صار واضح؟ تفضل. استاذ، صححت الاوراق؟ بلي صححتها، وكانت اجابتكم كل زينه، بس اللي متميز بيكم هو كرار. استاذ، ليش كرار مميز؟ انا راح اقول لك ليش. كرار كتب عن والده الشهيد، ولولا الشهداء لا اني ولا انتم جاي نقدر نتعلم هنا، وهذا اللي يتميز بيه كرار. الاب هو الامان، هو الحياة، ليس هنالك فرح أعظم من فرح الابن بمجد أبيه، ولا أعظم من فرح الأب بنجاح ابنه. لم أجد صدرا يضمني إليه، فهو منبع الحب والحنان. بابا، لبى نداء الوطن والمرجعية، ما الفخور فيك بابا، لأن أنت ضحيت من أجل أن أعيش أنا وزملائي وتخلصنا من داعش. بابا الغالي، أنا مشتاق لك هواي.